على ما يجي أوان التأليف في الدفاتر هنبدأ آخر أخبار بلدنا. وقبل أي حاجة لازم نطمن على الوضع في مدينة السلوم. الوضع مشتعل من امبارح بالليل بعد اشتباكات ما بين الأهالي وما بين قوات الجيش أدت لسقوط ضحايا ومصابين وحرق مقر المخابرات الحربية وإغلاق الأهالي قطع الأهالي للطريق الدولي ما بين مصر وليبيا لليوم الثاني. التفاصيل والتطورات هنعرفها من حسن مشالي مراسل أون تي في في مرسى مطروح. مساء الخير يا حسن. مساء النور يا سيدي. أولا يعني إيه اللي أدى إلى اشتعال الموقف امبارح بالليل؟ عشان يعني الروايات متعددة الحقيقة. فعلا الروايات متعددة، لكن هي الروايات الأكثر صدقا انه كان في احتكاك حدث في منفذ السلوم مع بعض قوات الجيش التي تؤمن المنفذ، مع بعض الاشخاص الذين يعملون في نقل الودائع ما بين منفذ السلوم ومنفذ المساعد الليبي. ويقول الاهالي انه تم احتجاز شخصين وتعرضهما لبعض المضايقات او على حسب قولهم التعذيب، بالاضافه الى رفع رسوم مرور السيارات التي تقل اهالي السلوم لنقل البضائع من 350 جنيه اعقبها 450، ومن يومين تم رفع رسوم مرور السياره في المره الواحده 600 جنيه. مين الجهه اللي بتحصل الرسوم ولها حق انها ترفعها؟ الجهه طبعا المواني، هيئه المواني. لكن هو طبعا من عقب الثوره المصريه وتبعها الثوره الليبيه بدأ الجيش يأمن منفذ السلوم بجانب شرطة المواني، بجانب برضو تأمين بعض النقاط التفتيشية على الطرق الدولية وداخل مدينة السلوم. فتعامل الجيش مع الأهالي أحدث بعض المشاحنات بينهم. كان امبارح قام مجموعة من الأهالي اعتراضا على هذه الأحداث التي تحدث بالمنفذ بقطع الطريق داخل حسن معلش عشان دي روايه من ضمن الروايات، بس في روايه تانية بتقول ان الاشتباكات دي بدات بعد ضبط سيارات بتستخدم في تهريب النحاس والسجاير من ليبيا. لا طبعا، هو الواقعة حصلت انه الاهالي عملوا وقفه احتجاجيه داخل المدينه تحت وقطعوا الطريق اعتراضا على الممارسات اللي يعانوا منها في منفذ السلوم، ومطالبة بتخفيف القبضة الأمنية على المنفذ من وجهة نظرهم في التعامل معهم والتنقل، لأنه دول بيشتغلوا بشكل يومي، بيروحوا الصبح ليبيا بيرجعوا على بعد الظهر معهم بضائع، تاني يوم يصحوا الصبح يروحوا ليبيا ويرجعوا معهم بضائع على بعد الظهر، أكل عيشهم أكل عيشهم. فبيتعرضوا لمضايقات، وبرضه ما نقدرش نقول إنه كل الأمور بتكون سليمة، برضه في مضايقات من الأهالي للأجهزة الموجودة في المنفذ. طيب وبالتالي فبدأ يعني تطور الموضوع لوقفة احتجاجية. إمتى بدأت يعني الاشتباكات تشتعل لدرجة سقوط ضحايا ومصابين ثم حرق مقر المخابرات العسكرية؟ هو بعد عصر أمس قام الأهالي بقطع الطريق وإشعال النيران في إطارات السيارات، والجيش حاول فتح الطريق الدولي، وحصل احتكاك ما بين بعض الجنود والأهالي وتقاذف الطوب والأحجار وتبادلوا الأحجار بشكل مكثف بين الطرفين. الجيش بادر بأنه أطلق أعيرة نارية في الهواء للتفريق، فيبدو أن الأهالي ما تفرقوش مع اطلاق النيران دي، فبدا سقوط ضحايا. ازاي ده حصل ما حدش يعرف. طيب عدد الضحايا عشان برضو الروايات مختلفه، المؤكد 2 لكن في روايات بتتكلم عن انهم وصلوا ل6. لا، هو الضحايا 2 وتم نقلهم اللي هم القتلى 2، وفي حوالي 5 مصابين لكن المسجلين رسميا 3. في ناس ما دخلتش المستشفى على اساس ما تدخلش في مشاكل قانونيه او في قضايا اخرى. المسجلين في وزاره الصحه والمستشفيات 3 مصابين وجثتين. طيب التقارير الطبيه للضحايا ظهرت ولا لسه؟ التقارير المبدئيه بتقول انهم قتلوا المصابين والقتلى بطلقات ناريه حيه، والنيابة حولت الجثتين للطب الشرعي بالإسكندرية للتشريح وإعداد تقرير حول ذلك، وده بناء على إصرار الأهالي أنهم رفضوا دفن الجثث بدون عرضهم على الطب الشرعي. انتقلت النيابة إلى مدينة السلوم
وعينت معاينه ظاهريه للجثتين وتم تحويلهم، وحاليا في الاهالي في انتظار عوده الجثتين لدفنهم. طيب الضحايا والمصابين كلهم في يعني من طرف الاهالي ولا في مصابين في ما بين قوات الجيش؟ لم يعلن عنها، وفي يعني نوع من التعتيم على ان كان هناك مصابين او لا، ولكن على ما اعتقد ما في سقوط قتلى. قد تكون هناك اصابات بسبب تقاذف الاحجار، لانه ما حصلش استخدام الاسلحه الناريه من الاهالي. طيب ايه اللي عقب ذلك؟ انه الاهالي فعلا صاروا وبعضهم دعا لحمل السلاح عقب الاحداث، ولكن كان وقتها الجيش انسحب من مدينه السلوم وبقى فوق الهضبه في المناطق العسكريه بتاعته. النهارده طب لا قبل النهارده ازاي يعني امتى تطور الموقف لحرق المبنى المخابرات الحربيه؟ عقب قتل الاثنين واصابه الثلاثه مساء امس. هو مبنى ليس تابع للمخابرات الحربيه ولكن للتحريات العسكريه. مبنى تابع للتحريات العسكريه عباره عن غرفتين يعني مكان محدود صغير قريب من ميناء السلوم. تمام. طيب بنأكد تاني مره تانيه ان هو مبنى تابع للتحريات العسكريه وليس مبنى المخابرات الحربيه في السلوم. فعلا. طيب النهارده الوضع ايه؟ ما زال الطريق مقفول ولا تم فتحه؟ لا تم فتح الطريق الدولي وعادت حركه المرور لطبيعتها بعد تدخل عدد من اعضاء مجلسي الشعب والشورى في مطروح وبعض العمد والمشايخ، لانه الامر كان متازم بشكل كبير امبارح بالليل، وفي بعض الشباب اخذهم الحماس ودعوا لحمل السلاح وتواجدوا في الاماكن اللي انسحب منها الجيش زي بوابه المدخل مدينه السلوم، بعض الاكمنه وخلافه، وقطع الطريق بوضع كميات كبيره من الاتربه والكتل الخرسانيه. والنهارده تم اعلان العصيان المدني بشكل تام عن طريق إغلاق جميع المحلات بالسلوم والمصالح الحكومية وغير ذلك، ولكن بتدخل العمد والمشايخ وأعضاء مجلسي الشعب والشورى تم التوصل على إلى بعض الحلول، منها فتح الطريق الدولي، خاصة أنه في مئات السيارات والشاحنات مكدسة على طول الطريق الدولي. في نفس الوقت يتم تبني قضية أهالي السلوم من قبل النواب والمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن إسقاط القتلى والمصابين. الحاجة الثانية واللي هي كان المطلب الأساسي سحب قوات الجيش من داخل مدينة السلوم، عدم تواجدهم في الأكمنة والبوابات الخاصة بالمدينة، سحب قوات الجيش من منفذ السلوم وإعادة تأمينه عن طريق شرطة المواني كما كان من قبل، وإسناد شرطة التأمين داخل مدينة سلوم للشرطة كما كان من قبل الثورة. طب الحلول دي تم الاتفاق عليها مع مين من المسؤولين؟ هو كان المتواجد قيادات شعبية وقيادات وأعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويقال أنه كان هناك طرف من القيادات العسكرية أو المخابرات العسكرية. طيب في أي من الحلول دي بدأ يتنفذ غير فتح الطريق الدولي؟ هو تم فتح الطريق والشباب يعني اللي هم قاطعين الطرق ومتواجدين في البوابات وخلافه رضخوا لرغبة قياداتهم القبلية وقالوا انه في حالة عدم تنفيذ مطالبنا سنقوم بالتصعيد والاعتصام وقطع الطريق مرة اخرى. طيب هل في اي مؤشرات لسحب قوات الجيش من المدينة او من المنفذ؟ هي عقب الاحداث تم سحب القوات الجيش من المدينه، لانه فعلا لو ما تم سحبها كانت حصلت كارثه امبارح وكان ممكن تحولت لحرب، لانه كان في حاله من الغضب الشديد وكان في دعوات معلنه لحمل السلاح. طيب محاكمه من ضمن الاتفاقات محاكمه المسؤولين عن وقوع قتلى ما بين الاهالي، مين اللي هيتولى الاجراءات القانونيه، النيابه ولا النيابه العسكريه؟ هو مبدئيا النيابه، طالما بدات النيابه العامه تولت التحقيق واحالت الجثتين للطب الشرعي فمعنى كده انها بدات التحقيق بالفعل في القضيه وتسلمت القضيه، وسيكون التعامل معها مع القضاء المدني في الشق المدني. اما القضاء العسكري اما من ناحيه مساءله العسكريين فستخضع بالتاكيد للنيابه العسكريه للقضاء العسكري. طيب يعني نقدر نقول ان الوضع يعني حتى الان هادئ في السلوم
والاهالي في انتظار يعني تحقيق ما تم الاتفاق عليه. بالضبط، الوضع هادي وتم فتح الطريق وحركه السفر من بعد العصر مستمره في الاتجاهين من والى ليبيا، والامور شبه هاديه حاليا بشكل تام. هل الاهالي يعني سايبين مهله معينه ولا مفتوحه؟ دي ما معلنش عنها، ولكن من المفترض انه في استجابه في وقت قريب لبعض المطالب بالاتفاق والتنسيق ما بين الشرطه والجيش عن كيفيه اعاده تامين المنفذ عن طريق امن المواني، وكذلك الشرطه داخل مدينه السلوم. بشكرك شكرا جزيلا. في اي اضافه؟ اعلن اللي هم اعضاء مجلس الشعب والشورى انهم هيصعدوا الامر للمجلس الاعلى للقوات المسلحه لحل مشاكل السلوم المتكرره من حين لاخر. بشكرك شكرا جزيلا حسن مشادي مراسل قناه ان تي في في مرسى مطروح. بشكرك شكرا جزيلا.